دكتورة نيفين، من أجمل الحاجات اللي عرفتها على هامش حضوري للعرض الميوزيكال ده البؤساء باللهجة المصرية كان وجود، مش بس وجود أطفال في العرض، إنما إن أنا عرفت إن أنتوا بتدربوا أطفال وبتعملوا معسكرات لتدريب الغنى. كلمينا عن الأطفال اللي معاكم في العرض، سواء المشتركين أو المعسكرات اللي بتعملوها لتدريب الأطفال. يعني احنا في الصيف بنعمل زي مدرسة صيفية عشان الأهالي بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه بولادهم في الصيف وكده، فزي بيجيبوهم لنا وبيقعدوا شهر ونص بندربهم ونشوف منهم يعني اللي فيه موهبة واللي عنده قابلية للتمثيل وكده، ومن ده بيبتدوا بقى يدرسوا. في منهم بيحبوا قوي اللي احنا بنعمله، لما بنعمل عرض صغير حتى احمد بيدرس تمثيل للاطفال، وبعدين بنعمل عرض وهم اللي بيبقوا بقى انبسطوا بنلاقيهم بيكملوا بقى معانا، بيخشوا الاكاديمي بتاعت فابريكا ويكملوا ياخدوا بقى دروس ويتعلموا. المعسكر طوله قد ايه تقريبا يا دكتوره؟ بيبقى طول الصيف يعني من شهر 7 لاخر 8. كتب في أصل وشه هيلبسكم في الحيط عشان تشوفوا قيمة العيال الصايعين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.